كتاب الأسرية الصف الأول الابتدائي الترم الأول، حنبدأ إن شاء الله بحل الوحدة الأولى صحتي وسلامتي. هتكون عندي إن شاء الله صفحة 11 مسك القلم بما تكتبين، طبعا نكتب بالقلم. صفحة 12 حل النشأة 2 و3، وبعدها هننتقل إن شاء الله أتجنب مسك القلم بطريقة خاطئة. ثم سؤال النشاط 5، ما الشيء الذي تكتب كثيرا لكنه لا يقرأ حرفا واحدا؟ وهو القلم، طبعا هو الذي يكتب كثيرا ولكن لا يقرأ بحرف واحد. ثم هننتقل لحيث الصورة الصحيحة لمسك القلم، طبعا الصورة الصحيحة الثالثة، ثم أحيط الصور المماثلة للصورة الأولى. ثم هننتقل أمسك القلم بطريقة صحيحة واكتب اسمي، طبيعي جميع الطالبات تكتب اسمها في هذا المربع. وبعدها حمل الحقيبة لما يوجد لدينا حقائب. ثم هننتقل إن شاء الله إلى حل النشاط 1، أي حقيبة مدرسية تفضلين لماذا؟ طبعا كل طالبة تختار الحقيبة المناسبة ولماذا؟ لأنها جميلة، لأني أحب لونها الأصفر أو الأخضر أو أي سبب كان. طبعا نشاط 2، ثم هننتقل إن شاء الله صفحة 22 وأسرتي العزيزة. هيكون عندي إرشادات عامة، أضع خطا تحت التصرف السليم، طبعا هذا التصرف السليم لأنها حملت الحقيبة بطريقة صحيحة، وهذا حقيبة جميلة مرتبة. ثم ألون أدواتي المدرسية، هنلون يا طلبة إن شاء الله يا طالبات، هنلون أدواتنا المنزلية اللي عليها دائرة فقط. الجلوس الصحيح صفحة 26. ثم نشاط 3، وحننتقل بعدها إلى النشاط 5، ارسم دائرة حول الأشكال الصحيحة، طبعا في دائرتين للجلوس الصحيح. ثم هيا نمرح، ثم أصل الكراسي، تكون عندي الكرسي بالكرسي المشابه، تمام. ثم نلون إن شاء الله. نظافة الوجه نشاط 1، لما يبدو وجه الفتاة متسخة هنا لأنها لا تعتني أو لا تحافظ على نظافة وجهها. حل النشاط 2، وبعدها هننتقل إن شاء الله إلى الصفحة 34، حيكون لنا إرشادات عامة صفحة 35. ثم هي نمرح ولون أدوات، طبعا الأدوات النظافة موجود عليها دائرة، هنلونها إن شاء الله. ثم أجمع والتقي صور الأدوات النظافة، هنشيل الصور ونلزقها إن شاء الله في المكان المخصص هنا في هذه الورقة، الصور الموجودة آخر الكتاب. ثم صفحة 38، هل النشاط 1، نظافة اليدين والقدمين، هيكون عندي إن شاء الله. نشاط 3، طبق طريقة غسل اليدين وتجفيفه بطريقة صحيحة في البيت. ثم نشاط 4، السبب والنتيجة، ما تسمي لغة التحدث باليدين؟ طبعا اسمها لغة الإشارة. وبعدها نشاط 6، أضع علامة صح أمام التصرف الذي قمت به اليوم، مثلا لو خذلت يدك وهذا أكيد قمت فيه، إذا نضع إشارة صح. يساعد القدم للوصول إلى ما يحميها، طبعا يحميها الجوارب والخف. وننتقل بعدها، أرسم دائرة حول الأشكال الصحيحة، مرسوم دائرة إجابة صحيحة، أحدد يدي بالقلم ثم ألونه، طبعا أحط يدي وأفتح الأصابع ثم أؤشر عليها بالقلم، وبعدها أقوم بتلوين ما حددته. ثم نظافة الأسنان، وبعدها صفحة 48، نشاط 2، ما هو السواك وفيما يستخدم؟ هو نبات يستخدم لتنظيف الأسنان واللثة. ثم ننتقل إن شاء الله إلى استمع وأنشد صفحة 51. ثم حيكون عندي إن شاء الله متى نظفت أسناني، الأحد والاثنين والثلاثة، أهلي وبعد الأكل ولا قبل النوم، بعد تناول الحلوى. طبعا هاي معلومات مهمة جدا، الإجابة الصحيحة نحط عليها صح في المربع الصحيح، و نرجو الاهتمام وملء أكثر عدد من الفراغات. هننتقل بعدها إن شاء الله إلى إرشادات عامة، ثم هي نمرح، هيكون بأحيط الأشياء التي لها علاقة بتنظيف الأسنان موجود عليها دائرة. ثم بعدها هننتقل لأحيط الأشياء التي لها علاقة،
تنظيف الأسنان بدائرة موجود. الصفحة الأخيرة حتكون إن شاء الله أرسم أو أكمل رسم الضرس السليم.